ذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله في رسالته التي ألفها في مولد النبي صلى الله عليه وسلم وسماها عرف التعريف، ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين بلا خلاف، وهذا كما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه صلى الله عليه وسلم، وقال انزل علي فيه أيضا. وذكر ابن الجزري أنه ولد في شهر ربيع الأول على الصحيح، يعني رجح جمهور من العلماء أنه ولد في شهر ربيع الأول في الثاني عشر على الأصح في عام الفيل على المشهور. وذكر أقوال لأهل العلم أنهم بعض العلماء رجح الثامن، ومحمود باشا صححه فلكيا على التاسع من ربيع الأول. المهم أن هذه المسألة أصلا ليست من أصول الدين ولا من فروع أصول الدين، وليست من أصول الفروع ولا من فروع الفروع. فلماذا الوهابية دائما افتح لهم على التسجيلات يقولون أتحدى أن يأتي أحد بتاريخ صحيح مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأتحدى أن يثبت، والعلماء مختلفون وليس هناك رواية ثابتة. أولا هذه مسألة من التاريخ لا يترتب عليها وليس لها علاقة بأصول الدين ولا بفروع الدين، هذا أول أمر. لماذا هذا التشدد؟ هذا التشدد حتى يظهر للعامة أن أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية، يعني يقومون بأفعال ليس لها أصل، وهذا يعني ديدنهم وهذا أسلوبهم دائما. فهذا أول أمر، أن هذه المسألة يعني مسألة فرعية، لماذا هذا التشدد؟ الأمر الثاني أن من العلماء من رجح في الثاني عشر، ومن العلماء من رجح في الثامن، ومن العلماء من رجح في التاسع. الآن نحن في قضايا أكبر من هذه القضية، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينبني عليه أحكام شرعية، من العلماء من صحح الحديث، ومن العلماء من ضعف الحديث، وبناء على هذا التصحيح والتضعيف اختلفت أحكامهم. ووضعنا قواعد، قلنا إذا كان الخلاف معتبر الآن يجب مراعاة الخلاف، كالخلاف الذي بيننا وبين المالكية، وبيننا وبين الحنابلة، وبيننا وبين الأحناف. ففي قضايا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاف المعتبر، لا أقول في الخلاف الذي ليس بمعتبر، الآن صار لنا مذاهب ولا نكفر ولا نبدع على هذا الأمر. وهذه المسألة أقل من هذه المسائل بكثير، لماذا هذا التشدد والتشنيع؟ وكبار أئمة الإسلام رجحوا هذه الرواية، ونقل عنه الإجماع عن ابن الجزار، نقض هذا الإجماع بأقوال غيره من العلماء، لكن نحى الجمهور منحى ورجح هذا ورجح هذا. لماذا هذا التشنيع؟ والمسألة أصلا ليست من الأصول، أصول الدين، ولا من مسائل فروع الدين. فهذا نوع من أنواع التلبيس على الناس ونشر الفتن والتحريش بين الناس، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قلنا أن مسائل أكثر من هذه أو قضية أكبر من هذه القضايا في الحديث، والأمة استوعبتها. الأمر الثالث، نحن الآن نتعلمنا أصول الفقه، عندنا القياس، لماذا لا نلحق هذه الواقعة بليلة القدر؟ ليلة القدر اختلف في تعيينها، ونحن نترقبها ونقول نقوم في العشر الأواخر حتى نتيقن أنها ما فتتنا. الوهابية يتكلمون بالقياس لكن لا يطبقون القياس، كما يتكلمون في أصول الفقه وعندما يأتون القرآن يقولون لا ليس فيه مجاز، لكن يدرسون مسائل الحقيقة والمجاز وإلى ما يتبع ذلك، حتى يثبتون، ينفون المجاز حتى يثبتون مذهبهم التجسيم. وكذلك في المولد، عندما ابن حجر رحمه الله قاس المولد على يوم عاشوراء، هذا قياس، لم يعتبروا هذا القياس، مع أنهم يقولون نحن في الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع قياس، يعني نحن هذه أصولنا. لماذا لا يعتبر مثل هذا الأصل؟
وقد أعمل هذا النظر ابن حجر رحمه الله وغيره من العلماء. وكذلك الأمر في ليلة القدر يعمل القياس، لا نعرف متى ليلة القدر حقيقة، لكن ونزل القرآن في هذه الليلة وجاءت نصوص أن هذه الليلة معظمة نرتقبها، وكذلك ولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، اختلف في اليوم وتعيين اليوم، لماذا لا نستقبل هذا الشهر وهذه الأيام بالتعظيم بما هو مشروع، بما شرعه العلماء من الاجتماع، من قراءة مولد النبي، بما أظهر الله سبحانه وتعالى من معجزات في مولده وبركات. يعارضون ويشنعون ويردون رد كأنك كفرت بالله أو كفرت برسوله أو كأنك انحرفت عن الجادة. رجح العلماء هذه الرواية ورجح العلماء هذه الرواية. ولو ارتقبنا هذه الأيام وشكرنا الله سبحانه وتعالى على مولد النبي في من أول الشهر لآخره، ما المشكلة؟ ما المانع؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، نشكر الله سبحانه وتعالى طول السنة على نزول القرآن، وفي هذا الشهر الله سبحانه وتعالى أخبر أن هذا الشهر معظم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر معظمة لأنه نزل فيها القرآن، فنرتقبها ونعظمها. ومولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين، أقسم الله فيه لعمرك، ومولد النبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذا القسم، يعني مقسم فيه لأنه جزء من عمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تبارك وتعالى وذكرهم بأيام الله، وهذا من أيام الله سبحانه وتعالى من مننه علينا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلماذا هذه المشاغبات والاعتراضات والتضليل والفتنة بين المسلمين والتشويش على المسلمين؟